استقل الرئيس جمال عبد الناصر سيارة من الاسكندرية وبرفقته السيد عبد اللطيف البغدادي والمشير عبد الحكيم عامر نائب الرئيس إلى بلدة إدكو لتوزيع أراضي الإصلاح الزراعي على الفلاحين. وكان الطريق من الاسكندرية إلى إدكو مزينا بأقواس النصر وصور جمال عبد الناصر، وكانت الجماهير من أبناء الشعب مترصة تنشد وترقص وتدق الطبول ابتهاجا باليوم الذي سيوزع فيه الرئيس أراضي الإصلاح الزراعي على المعدمين. وكانت الهتافات تشق عننا السماء بحياة جمال عبد الناصر مصير الفلاح ومحطم الإقطاع. وصل الرئيس إلى السرادق الكبير الذي أقامه الإصلاح الزراعي في إدكو، فارتفعت الهتافات مدوية بحياة القائد والزعيم، ودقت طبول الفرح والغبطة احتفاء بمقدم جمال عبد الناصر. وتحدث سكرتير الجمعية التعاونية عن أعياد إدكو الثلاثة، عيد زيارة الرئيس وذكرى هزيمة الإنجليز وعيد الفلاح في إدكو. وقال السيد حسن بغدادي وزير إصلاح الزراعة التنفيذي إن الأرض التي توزع اليوم تكفي لإعالة مالكها الجديد. ثم تحدث المهندس سيد مرعي وزير الزراعة المركزي عن مشروع توزيع الماشية تعاونيا، هذا المشروع الذي سيعود بالخير العميم على الفلاحين. وتكلم الرئيس فقال إن المحبة والتسامح شعارنا وسبيلنا لبناء المجتمع الذي نريد، فبالمحبة قضينا على الإقطاع وواجهنا العدوان والأساطيل وتخلصنا من كل عوامل الكراهية والبغضاء. لقد بنينا بلدنا على المحبة والتعاون لا على الكراهية، فبالمحبة تبنى الدول وبالتضامن تحقق تقدمها وازدهارها. وقال الرئيس إننا سنضاعف الدخل القومي في مدى 10 سنوات وسنبدأ تنفيذ خطة مضاعفة الدخل في يناير القادم بإذن الله. ثم بدأ الرئيس يوزع عقود تمليك الأرض على الفلاحين، فأقبل المستحقون مرفوع الرؤوس يصافحون الرئيس الذي حولهم من أجراء إلى ملاك كرماء.